مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه، ما زلنا بنعيش فتره الكورونا، بننبه وبنشدد وبناكد للاهالي ولاخواتنا والاهالينا يا ريت نلتزم. العدد بيزيد والدنيا بتتصعب علينا والاماكن بتزحم والمستشفيات بتزحم والخطوره بتزيد والفوضى بتزيد والعشم بيزيد، وكلنا بننزل نشتري حاجات العيد وبنجهز الكحك والبسكوت وبنشتري الملابس ومش حاسين ان في خطر خالص موجود. النهارده بنتكلم عن النائب، نائب مجلس النواب. مجلس النواب، يا ترى الشروط اللي المفروض تتوفر في النائب ايه؟ النزاهه والسمعه الطيبه والقدوه والابتكار والثقافه ومناقشه القوانين واداره حوار واللي جماهيريه في الشارع وحسن السمعه. مواصفات كتير، يمكن اكتر من 10 مواصفات المفروض بتبقى موجوده في النائب اللي احنا المفروض بنفوضه يحاكم الحكومه. يعني الراجل المفروض بيراقب الحكومه، احنا مش جايبينه عشان يشتغل عضو مجلس محلي ويشتغل خدمات في الشارع، لا، النائب دوره تشريعي. الفتره اللي فاتت في جنوب الجيزه اتفاجئنا عن طريق احدى البرامج الموجوده في القنوات، حد من الزملاء بدا يتكلم على نائب الشعب. نائب الشعب ده بيمثل الشعب، رمز للشعب، المفروض لو هو راجل انحرف يبقى كده خاب اختيارات الشعب، الراجل ماشي كويس يبقى كده احسن الاختيار وبنكمل معاه. لكن اللي احنا شفناه في حاجه قريبه في فيديو في قناه من القنوات، واحد من الزملاء طلع يهاجم واحد من النواب، واحد من النواب للاسف شديد يمكن ليه سمعه طيبه ومعروف لدى الشارع المصري. احنا افتكرنا ان الراجل ده مش نائب الشعب، ده نائب الشعب. يعني احنا تخيلنا هو الراجل بيتكلم عنه وبيعرض، وللاسف الشديد احنا ما شفناش مستند ضد نائب الشعب ولا شفنا اجراء اتاخد في البرلمان ضد نائب الشعب. يعني معناه ان موقفه البرلماني، موقفه على ارض الواقع، يمكن احنا مش مع النائب او ضد النائب او مع الزملاء او ضدهم، لكن احنا عاوزين المفروض ان احنا صوت الحق. المفروض الاعلام موجود بيعرض صورة واضحة، صورة شفافة من غير حياد ومن غير مصلحة، ومش السعي وراء إعلان. يعني أنا لما بشتغل مش بدور على إعلانات، كمية الإعلانات اللي هتجيني، لا، بدور على المصداقية مع المشاهد، المصداقية على أرض الواقع، لأن أنا الكلام بتاعي اللي بقوله هنا في البرنامج بتبني عليه حاجات كتير. يمكن إحنا شفنا التعليق من زميلنا الإعلام المحترم، إحنا معاه ومش معاه، احنا معاه ان اي حد يخالف القانون يتحاسب، مفيش حد فوق القانون ومفيش حد، الحصانه ما بتحميش حد، طالما خالف يبقى يتحاسب ويتحاسب طبقا للقانون. لكن انا ما شفتش مستند طلع على الشاشه وما شفتش. خلونا النهارده نبدا حلقتنا ونرحب بضيفنا النائب عصام ادريس، نائب الحوامديه وابو النمر. سألوا وسهلا بك يا سياده النائب. الاستاذ عادل محمد ابو عطا المحامي، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عادل. انت حضرتك شفت معانا التعليق بتاع الاستاذ وعاوزين رد حضرتك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه يعني في ايه كريمه بتقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله، صدق الله العظيم. احنا لينا مرجعيه، وانا في البدايه سمعت حوار لسيدنا عمر بن عبد العزيز وهو خامس الخلفاء الراشدين بينصح عمه عبد الملك بن مروان، فبيقول له ان 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 الاخطر على الامه المنافق اقوى من العدو. المنافق، الاخ اللي بيتحدث في وسيله الاعلام هو مش عارفني اولا، هو ماسك الورقه والمعد بيديله ورقه بيقرا اسم لزاك بنائب، انا دخلت مجلس النواب مستقل صرفت من جيبي، حرصي على الدولة أهم من أي حد، ويعلم الله إن أنا حرصي على الدولة وأنا راجل قانون وحرصي على دايرتي أهم من أي حاجة. وأنا لو زي ما الأخ ده بيتحدث معلش يعني أنا هتجاوز. أولا أنا القصة دي على فكرة من غير ما قطعت كلام سيادة النائب، زميلنا المحترم الإعلامي له حق الرد إن هو يعقب وإن هو يعمل معنا مداخلة وإن هو يحضر معنا في الاستوديو ويعقب ويرد عادي. هو ده حقه ان هو يرد. انا بس يا محمود بيه بعد اذنك مع احترامي ليه ولغيره، ده المفروض ان هو كان اتصل بيا وقال لي في مستند معاك، هو في مستند معاه، هذه القصه مفتعله من قله.
للأسف هي بتريد هدم عصام إدريس، إنما بالعكس إحنا لما نيجي ونبص للتاريخ نلاقي إن اللي بيهدم بيقوي، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيظهر الحق. أنا بمصداقيتي مع دايرتي ومع دولتي ومع الناس اللي أنا بتعامل فيهم ولحد آخر يوم مش هغيرها إطلاق. النهاردة هو الأخ ده اللي بيتكلم بيقول إن أنا بتعدى على نهر النيل، لا يا سيدي أنا أحرص منك على نهر النيل. أولاً أنا ما تعدتش على نهر النيل. ثانياً والنهاردة لو إحنا هنشوف نهر النيل اللي هو بيتحدث عليه، معلش يعني حضرتك أنت النهاردة أنت طلعت وصورت المكان. لو في تعدي بدايةً أنت كنت أول واحد هتقول لي الوضع كذا. لا، نهر النيل وفي المكان ده اللي أنا مش مملكوش، معلش يعني نهر النيل واكل ونحر من الأرض دي، واكل ونحر من الأرض دي. نهر النيل في المكان ده مفيش أي تعدي، مفيش أي تعدي. يا ريت نشوف الصور، لو في صور في الاستوديو ولا حاجة. في صور، ولما جت لما جت اللجنة بتاع حماية النيل وجه نائب المحافظ والناس كلها شافت قالوا امال فين التعدي؟ فين التعدي اللي بيقولوا عليه؟ أنت ليه تتكلم بدون مستند؟ ليه تتكلم بدون دليل؟ إنما أنا هطلع أفضل منك وأنا راجل قانون وأعلم القانون جيدا، وأنا توجهت للنائب العام بمذكرة بالاسطوانه اللي تحملها الناس اللي هم اصحاب النفوس الضعيفه. احنا شايفين الصور معانا وبدا يوجهوها. يعني معليك انا النهارده الدخله بتاعت النيل ديت دي الارض اللي هو بيتحدث عنها. اللسان ده ملكيه، اللسان اللي قدام ده ملكيه، الجزء ده نحر نهر النيل. انا عايز اعرف دي صوره حديثه، فين التعدي اللي حصل على نهر النيل؟ لما جم بتوع حمايه النيل قالوا فين التعدي؟ ما قالوش في تعدي. تمام؟ هذه واحدة. أما الثانية النهاردة نهر النيل بالعكس ده هو بيغمر الحتة دي. تمام؟ الحتة دي بتوع ناس بيمثلوا جزء من كياني أنا كدايرتي، وأنا النهاردة مسؤول. وبالعكس أنا لو الناس دي عملت الوحش وأخطأت أنا أول واحد هحاسبه، إنما هو لما نائب المحافظ والناس كلموني قلت لهم تعالوا نطلع على الواقع ونشوف الغلط بعيدا عن ده كذا أو ده كذا. لما طلعوا الناس كلها وطلعت اللجنة وفي تقرير موجود من لجنة حماية النيل بيقول ان مفيش فيه تعدي، يعني احنا الصورة ديت اللي هي بتاع النيل. بل بالعكس يا راجل يا محترم يا اعلامي يا محترم يا اللي انت تتحدث، شوف النيل وشوف اللي بتعمل فيه. انا اول واحد بحارب وبهاجم اللي بيتعدى على النيل، لان النيل ده شريان الحياة، النيل ده اساسا ده روحنا كلنا، النيل ده معلش يعني محدش يقدر يجي جنبيه. ادي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها، ادي نهر النيل وده النجيلة دي بقالها عشرات السنين بل بالعكس مئات السنين، وفي مدق بعد النجيلة وفي نجيلة بعديها وفي الارض. حتى الجزء ده هو ده ملكية، يعني الجزء اللي فيه النجيلة. احنا السؤال دلوقتي يا سيادة النائب، ليه اسم حضرتك تم الزج بيه في القصة دي؟ انا لحد دلوقتي بص يا محمود بيه انا معرفش، وانا بقول لحضرتك الزج بالاسم دي. وهو النهارده معلش يعني انا برضو كراجل قانون، هو الوقت بيقول تعدى على النيل. كلمه التعدى على النيل هي الردم في النيل او ان انا تجاوز حق النيل. انا عايز من خلال الصوره دي فين التجاوز حق النيل؟ معالي الباشا هو بيبقى فيه لوبي زي ما في الدنيا خير في الدنيا شر. انا شايف اللجنه، صوره اللجنه. تمام، اللجنه كل اللجنه معالي الباشا ادي النجيل اهو وادي الارض اهو. انا عايز اعرف هو فين التعدي. هو يطلع لي صوره زي كده؟ الراجل اللي ماسك ورقه هو مش حافظ اسمي حتى، هو بيتكلم بيقول النائب عصام ادريس وعمال يقراها، هو مش خايف يغلط حتى يغلط وقال اسم نائب تاني. انت النهارده واحد معد او واحد واخد له قرشين او واحد كذا مدي لك الورقه دي وبتملى. هل انت النهارده انا نائب زي ما حضرتك قلت يا محمود بيه، انا النهارده عندي روح يا عم قدم شكوى او الوزاره بتاعتك تقدم شكوى في لجنه القيم. عندنا احنا عندنا بيتحاسب النائب اقوى من اي حد تاني. ما خدتش اجراءات المحاسبه ليه وثبتت ان انا مخطئ وحاسبتني؟ بل بالعكس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا طلعت على النائب العام لان انا راجل قانون وقلت قدمت شكوى في القناه وقلت فيها ان الراجل ده اخطا في حقي. يا ريت نشوف صوره الشكوى والبلاغ. الشكوى موجوده، البلاغ موجوده هتلاقيه برضه على القناه رقم تقريبا 2077 ده عند النائب العام. ده التقرير. تقرير ده دي الشكوى. دي الشكوى بتاعت الشكوى اللي انا قدمتها وبقول فيها ان الراجل ده اساسا شهر بالنائب عصام ادريس. لان انا النهارده أنا معلش يعني لما يجي اعداء النجاح وياخدوا الوضع ده ويبتدوا يعملوه، انت عملت نوع من انواع التشهير، انا هرده ازاي؟ حتى لو برد قناه على 100 يا سيدي انا مش عايزه. انا حقي هاخده بالقانون، والقانون وقانون العقوبات يوح لهذا. بلاش ان احنا نستغل الاعلام استغلال سيء عشان نقول ان احنا احرص على الدوله واحنا اقل الناس حرصا على الدوله. بالعكس ان احنا اول الناس اعداء للدوله. خلينا اعلام محترم، خلينا اعلام كويس عشان نقدر نبني دوله. انما النهارده انت استاذ معاكش مستند. انا رحت تقدمت بهذا البلاغ وطلعت على النائب العام وخدت السدهايه
موجودة معايا وقدمت الشكوى بالقنوات بالمواقع اللي هي تجاوزت في حقي وقلت يا جماعة أنا في تجاوز حقي، أنا راجل قانون ويهمني دولتي تجيب القانون. طلعت على مجلس النواب وعلى الدكتور علي عبد العال ولا المستشار محمود فوزي، يا معالي الباشا أدي ملف تاني أنا عايز حق، لو أنا مخطئ طلعوني أنا مخطئ، وخدت البيانات وطلعت. أنا النهاردة ما يبقاش جزاء يا محمود بيه إن أنا أخش مجلس النواب مستقل، مصاريف الانتخابات كلها من جيبي وكله من خير والدي ومن خيرنا والحمد لله والحاجات دي كلها، ودايرتي اللي هي انتخبتني وخلتني بني آدم وخلتني كذا ان انا اجي اخونهم في اي وضع من الاوضاع. انا بقول لحضرتك وانا قاعد معاك في هذه القناة واقسم بالله انا زاهد في هذا الكرسي، وانا بالنسبة لي دايرتي ببقى نايم وعاتل الهم بداية من الحرانية وترسة حتى نهاية الدايرة. اي واحد فيهم انا هسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى وانا بقولها هو تعالى الهوى ان انا لا اخاف الا الله. فبلاش المزايدة، بلاش الناس. وعايز اقول لكم على حاجة برضو وده على الهوى، ان هذا الوضع سوف يزيدني اصرارا في الوقوف بجانب الضعيف والوقوف ضد الناس التي تهدر في البلد، سواء بالرشاوة او سواء بالتجاوزات او سواء بالاهدار السياسي او سواء في تجاوز حق الرئيس او سواء في تجاوز حق الدولة، وهم في حقيقة الاول هم اول ناس اعداء لهذا الكيان. انا هقاطع حضرتك، وانا بقول ان انا لو شفت مخالفة او جاني مخالفة بالمستندات اكيد الجهات الرقابية هتكون اول طريق لي. خلونا نرجع للاستاذ عادل، ايه علاقتك بالقصه دي يا استاذ عادل؟ اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا تحياتي لمشاهدينك وكل سنه وهم طيبين بمناسبه رمضان، وكل سنه وهم طيبين، احنا برضو داخلين على العيد وربنا يسترها علينا من فيروس كورونا زي ما قدمت حضرتك في الاول. وبنقول يا ريت الناس تلتزم لان الامور مش سهله والناس واخده اتجاه استهتار شويه. نرجع موضوع الارض. اولا الارض ديت هو فدان انا اشتريته انا ورأفت عزيز سليمان سعد الله، او كما هو معروف عندنا في الحمديه رأفت فاروق سعد الله. هو اشترى 12 ايراد وانا اشتريت 12 ايراد وكتبنا الفدان باسمنا. قد يكون رأفت مع شركه واحنا بعض الناس معانا ممكن برضو بعض الشركه. القصه كلها ان كانت البدايه علاقه النائب عصام ادريس بالقصه دي، ان ساعة البيع والشراء كان عصام حاضر البيع والشراء. ادي كل القصة ان اللي تم البيع والشراء عند استاذ عصام، يعني النائب عصام ادريس ليس مالك للارض خالص، عصام لا مالك ولا اي حاجة بالنسبة للارض دي خالص. الارض دي احنا معانا عقودها، عاملين دعوة صحة توقيع، معانا مستندات الملكية كلها لحد التكليف، معانا كل مستند يفيد ملكيتنا الارض دي. القصة التانية بقى اللي هي بيحملونا فيها قصة نهر النيل، وان احنا ردمنا جزء من نهر النيل. الكلام ده مش صح. ليه مش صح؟ اقول لحضرتك حاجة، احنا لما اشترينا الارض دي انا رحت المساحة شفت الاستمارة، لان معروف احنا كرجال قانون ان بداية انا ما اشتريش حاجة الا لما اكون متأكد ان ما علاش مشكلة. قد اكون مثلا انا مشتري ولاقي ان هو بيبيع لي مثلا المية، لا مش صح. رحت انا المساحة بتاع البطرشين اللي هي المختصة، لقيت ان القطعة دي كلها على بعضها ان هي حدودها يقرب من حوالي 150 متر من ارض الجار لنهاية القطعة. انا واخد على الطبيعة 77 متر ونص، معناها انا ضيع مني 50 متر في النيل، انا ما اكلتش من النيل. لذلك انت لو جبت سعادتك الصورة اللي هي جابها اللي هي متصورة بتاعت القمر الصناعي، شوفوا الصورة تانية يا جماعة بعد. لو احنا وصلنا الصورة ديت بتوضح ايه بقى؟ ان اقصى حتة هو ده الملكية، ولكن النيل لمكنه جاي من قبل كده لبحري، فهو بينحر هنا عند الحتة دي فبياكل، فيبتدي يبتدي ياكل في الارض. لكن الملكية هي الوحيدة هي الراس. يعني انا على الطبيعة الفدان ده ممكن ما يوصلش 24 ايراد، غالبا هتلاقيه 22 ونص. اذا ردم في النيل، ولكن الاثير اخر حاجه اثيرت بقى ان احنا قد يكون التصرف في استعجال مننا. احنا الارض ديت هي منسوبها واطي جدا عن النيل، فبتغمرها المياه فما بتزرعش، فاصبحت بقت مشكله. قلنا نجيب مجموعه من الردم والتراب وايه ونعلي المنسوب، هو ده اللي عمل مشكله. لما جينا نعلي منسوب الارض تخيلت بعض الناس ومن بعض الناس اللي بتصطاد
للنائب ان احنا كده احنا ايه؟ احنا كده بنردم في النيل. لا احنا لسه ما وصلناش النيل. ده هم حتى قالوا لنا ان حرم النيل 30 متر، احنا ما وصلناش حتى لل 30 متر حرم النيل، رغم ان الارض متاكله. ولكن احنا بدانا نردم فايه؟ كانت المشكله ان لجنه حمايه النيل قالت لا ما فيش تعدي. ولكن انتوا تعتبر يعني ارتكبتوا مخالفه ان انت عليت بدون احنا كمان معانا فيديو للنيل وحد بيتكلم بيعرض يا ريت نشوفه من الزملاء. معليك فهي القصه بقى بعد كده رحنا ايه؟ قال طب ايه؟ قلنا له ايه المطلوب؟ قال لي انت لا انت المنسوب ده انت تقل شويه عن المنسوب وفي خلال اسبوع تيجي لجنه، واللجنه قال لنا المنسوب واللجنه قالت ان احنا ازلنا ايه؟ اسباب المخالفه وان ما خلاص المنسوب ما فيش كده. لكن احنا لحد طب كان في حضرتك توقيع غرامه، توقيع اثبات مخالفه كذا، اجراء تم ضدك في لا بدعه يعني دايما في قضايا يعني احنا شفنا انذار وبعد كده شفنا في تقرير مكتوب وازاله المخالفه بس. ما هو دايما اي جريمه ترتكب لازما القانون ادى مهله يعني دايما في قضايا التبوير. هو في فرق بين ارتكاب الجريمه وفي فرق بين ان انا ببتدي ان انا اعمل الخطا فانا بنذرك. ما تم ان هو الهدف اللي هو بيتكلم عليه الاستاذ عادل ان هي الارض دي الهدف منها الزراعه، ان انا ازرعها، فالطبيعي ان الارض لما بتغمرها النيل صعب انها تتزرع، فلما علوها شويه زي ما الاستاذ عادل بيقول جاء بتوع حمايه النيل قالوا يا جماعه انتوا ما ينفعش تعلوا ارض حتى لو ملكيتكم جنب النيل لما يبقى في تصريح. طب يا جماعه انتوا في ايه اللي مطلوب؟ لا تنزلوا المنسوب، وبناء عليه اتعمل انذار ما اتعملش مخالفه، وبناء عليه ترد على الانذار من جواب حمايه النيل بعد كده. قالت ان يا ريت نشوف الجواب على الشاشه بعد اذنك. قال ان بالفعل تم ازاله المخالفه حتى هم ادونا مهله ساعتها اسبوع، احنا في ثلاث ايام كنا نزلنا ازوال المخالفه وادونا جواب بازاله ازوال المخالفه وخلصت المشكله. لكن في بقى مشاكل ثانيه برضه هناك فرق بين احنا معانا يعني مداخله من الاستاذ محمد ادريس. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا بخير والله الحمد لله. اهلا وسهلا بحضرتك. القصه بتاعت الارض والتعدي واللغط اللي اثير الفتره اللي فاتت، والله القصه يعني انا شايف ان سياده النائب وشايف ان الاستاذ عادل اثروها بشكل جيد جدا ووضحوا ايه اللي حصل. وزي ما انا هقول سريعا كده، زي ما حضرتك شفت لو رجعت موقع جوجل ايرث خلال 10 سنين فاتوا مش هتلاقي اصلا اي تغيير في منسوب النيل اصلا في شكل النيل خالص. دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية حضرتك لو بصيت على الوضع الأرض نفسها في الوضع الحالي هتلاقي أصلاً ما فيش تعدي على النيل. هي الجزئية زي ما الأستاذ عادل قال، نشوف الفيديو يا جماعة اللي موجود. زي ما الأستاذ عادل قال إن في ارتفاع في المنسوب ده نتيجة بعض الردم في الأرض اللي هي تسوية الأرض لأن الماء كانت بتغمر الأرض. وبناء عليه تم إصدار إنذار، وتم بناء على الإنذار ده إن هو اترفع المنسوب الزيادة. وحماية النيل قالت ان حائز الارض او ملك الارض كده حسن النيه ما عندوش اي مشكله لانه قام بتنفيذ الانذار. انما هنا الواقعتين، انت تعليه المنسوب المفروض بتاخد لها رخصه، انما جزئيه تعدي على النيل دي تعتبر خيانه. فطبعا الحمد لله احنا مش ده شكلنا ولا ده طبيعتنا ولا ده ترتيبنا ولا نقبل ده عموما. يعني التعدي الحقيقي زي ما انا ذكرت في الفيديو كان يجب ان احنا نطلع ونشرح للناس، لان احنا فوجئنا بهجوم شرس ممنهج بيتعمل على شخصيه سياده النائب. فبناء عليه احنا التعدي الحقيقي ده كان على شخصيه النائب نفسه، يعني هو التعدي الحقيقي كان على شخصيه النائب عصام ادريس. القصه كلها باختصار ان في مجهود اتبذل في خلال خمس سنين فاتوا. المجهود ده انا بصفتي مدير مكتب النائب فانا بعرض بعض الامور، انا عارف ان النائب ممكن ما يتكلمش فيها بس دي امور لازم تتوضح للكل. يعني احنا بفضل الله من يوم ما نجح النائب واحنا بنتحرك على كل الملفات بفضل الله تعالى، اتحركنا على مستشفى الحوامديه العام وبفضل الله عملنا قسم اطفال طورناه، كان مكان مهمل وطورناه ورفعناه من 16 سرير ل 34 سرير بفضل الله تعالى. برضو دخلنا على جزئيه الحضانات، عملنا اكبر قسم حضانات في الجيزه كلها بالكامل، كان كل قوته تسع حضانات اللي وصلناه ل 34 حضانه بفضل الله تعالى. كمان اتعمل له اتشطب واتبنى واتشطب واتجهز. وبعد اذنك بس بعد اذنك عملنا بروتوكول تعاون مع ابو ريش. بس انا اسف للمقاطعه بس يا استاذ محمد، لان هو جاي الفيديو بتاع النيل يا محمد وانت بتشرح الوضع. تمام، انا برضو بشرح ليه التعدي. انا يعني انا بتكلم على قصه، يعني هو برضو انا عايز قصه الارض واضحه للناس كلها
واظن الحمد لله رب العالمين اللي حاولوا يكيدوا بحضرتك يعني هو اول وقت جاي الفيديو جاي الفيديو وجاي النيل وجاي النجيله اللي هي النيله محمود بيه معالي النائب النجيله دي ليها 30 سنه واضحه لاي حد والحمد لله الاهالي هي اللي ردت والحمد لله تعدي انا هشيل النجيله اول التعليقات ردت فحقق كلام طيب جدا يا استاذ محمد يا استاذ محمد ليه اسم النائب تم الزج بيه في القصه دي اسم النائب الزج بيه في القصه دي لان هو النائب الاستاذ عادل صديقه والحاج جمعه اخوه الحاج جمعه شريك من الباطن معه استاذ عادل أيوه. طبيعه الارض انت راجل تفهم الجزئيه دي طبيعه الناس لما بتيجي تشتري بتعمل جمعيات بيبقى في ناس داخله مع بعض في الارض انما هو النائب اصلا مش باسم الارض ولا ليه علاقه بالارض انما هي القصه كلها ان الحاج جمعه شريك اللي هو اخو النائب شريك من ضمن الناس الشركاء انت فهمت وجهه نظري أيوه. ومش متسجل باسم ورقه ومع ذلك هو الراجل تواجد ولما قالوا حمايه النيل اعملوا انذار قال اعملوا باسم انا مش فارقه ما فيهاش مشكله خالص تمام ومع ذلك تم الاستجابه للكلام ده ومع ذلك النهارده الوضعيه الارض موجوده الارض موجوده حضرتك انت خد كاميرتك وروح بص على الارض وشوف وضعها في صور عندك انت لسه عارضها تبين لك وضع الارض النهارده لو في كبش ردم بس ردم سنتي واحد في النيل هيبان الكلام ده يا معالي يا استاذنا الفاضل انت فاهمني وجهه نظري فانت النهارده لو في رد لو احنا شفنا يمكن قطعتك يا استاذ محمد شفنا سياده النائب في مجلس النواب بيهاجم بعض الشركات عشان النيل وعشان وعشان لما نيجي فجاه نشوف ان هو النائب بيعتدي على النيل يبقى لا يبقى نقف احنا يا استاذي الفاضل سياده النائب زي ما ذكر لحضرتك من شويه في البرنامج هو نائب مستقل هو بيستمد قوته من الشارع بيستمد قوته من الناس فشكوى الناس بتنتقل له بيبتدي يتحرك بناء عليها ده للاسف بيزعل بعض الناس بيزعل بعض المستفيدين والمنتفعين فده دي القصه كلها باختصار في ملفات كتير جدا احنا تعاملنا معاها بشكل مباشر احنا فاتحين مكتبنا 24 ساعه وعندنا بدل المكتب 3 الفتره اللي فاتت دي من ضمنها مثلا موضوع الغاز الطبيعي موضوع الغاز الطبيعي بذل فيه مجهود جامد جدا وان كان هو خطه الدوله ولكن في تصريحات تم انهائها وتم انهاء اجراءاتها بفضل الله تعالى احنا مكتبنا استقبل 10000 مواطن والكلام ده ممكن تراجع فيه شركه تاون جاز دي جزئيه الجزئيه الثانيه في اعاده المعاينات اتعمل اكتر من 7000 بيت بفضل الله تعالى الحمد لله اتبذل مجهود غير عادي عايز اقول لك العماله الغير منتظمه الفتره اللي فاتت دي السيد الرئيس عمل ايه قال يدي 500 جنيه منحه بدات ان في بعض الناس بدات تستغل الموضوع ده وتفتح عن طريق السيابر والكلام ده وتقعد وتعمل تكدسات طب احنا في ظل ازمه كورونا وفي ظل الجو اللي احنا فيه ده قعدنا مع النائب قال افتحوا المكتب واستقبلوا الناس ونظموهم واكثر من 20 شاب كانوا بيشتغلوا اكثر من 18 ساعه في اليوم استقبلنا 13000 مواطن الكلام ده مزعل الناس الكلام ده للاسف الشديد يا استاذي الفاضل مزعل الناس النهارده انت عندك في مستشفى الحوامديه النهارده مبنى طوارئ مستشفى الحوامديه ده كان شغال ليه 23 سنه شغالين فيه النهارده كان متوقف الحمد لله رب العالمين اتحركنا على اجراءات الكهرباء والحمد لله اتحركنا مع السكه الحديد في اداره الاشارات والمشروعات وهندسه السكه الحديد وكهرباء السكه الحديد الحمد لله خدنا تصريح الاداره المركزيه للرقابه على التشغيل المبنى يوم 2/10/2017 كان المبنى ده شغال يوم 23/10 الدوله وفرت من اتفاقيه برلين وفرت اجهزه المبنى طوارئ مستشفى الحمديه يعني المبنى كان واقف على توصيل الكهرباء توصيل الكهرباء ده يعني عايز اجراءات احنا قعدنا 3 4 شهور بنجري في الاجراءات دي وكان معانا مدير مستشفى الحمديه الدكتور عبد العاطي اللهواني وكان معانا ناس من الكهرباء فاهمني حضرتك كل ده مجهود اتبذل بفضل الله تعالى انا بشكرك يا استاذ محمد وتوضيح واكيد احنا معانا صور كتير لمبنى مستشفى الحمديه وللغاز ولمحطه الميه هنتكلم على الكلام ده باستفاضه وهنفتح المداخلات وفي انتظار مداخلات المواطنين واي حد يحب يتواصل مع سياده النائب والمستشار عادل احنا موجودين النهارده بص يا محمود بيه والبرنامج والقناه مش طرف في القسم عشان طبعا. بناكد ان المذيع زميلنا لحق الرد ان يبقى يتواجد معنا في الاستوديو لحق الرد بمداخله البرنامج والقناه مش طرف ده موضوع بنتكلم فيه السيد النائب والمستشار عادل القناه بعيد عن كل البعد عن احنا محايدين طبيعي لا مع ولا ضد احنا بنعرض بس موقف بشفافيه نكمل احنا برضو معاك يا ست هنرجع للجزئيه دي عشان عايزين نشوف الصور بتاعت الحاجات اللي موجوده عندنا نقفل هذا الحوار
هو في فرق بين التعدي على النيل وفي فرق بين تعليه المنسوب اللي بيتحدث عليه. هو الاخ الاعلامي الفاضل شاف في صور المبنى المستشفى بتاع الحمديه الحضانات. هو قبل بس نعمل استوب على الحضانات عشان نقفل الباب اللي احنا بنتحدث بيه. الاخ الاعلامي بيتحدث على تعدي على النيل وحضرتك شفت الصور واحنا خدنا اجراءاتنا القانونيه وهو اكيد انت توصل لك ان هو سجل النائب الهدف منها ان تشير. وبالعكس انا النهارده لما يحصل ان هذا الامر وافاجئ بكم الحب من الدايره انا نجحت فعلا في حب الناس وانا بشكر دايرتي بدايه من الحوامضيه نهايه وبالنمرس وقراهم كلهم على قلب رجل واحد كل اللي تكلم كلمه جميله في حقي انا بشكره وانا فعلا نجحت بيكم ونجحت قدام ربنا سبحانه وتعالى عشان انا بقول انا جندي في جيش القائد بتاعه السيد الرئيس ومش هظهر اللي انا بعمله لان احنا في الدوله احنا محتاجين كل واحد فينا يخفي ما يعمله عشان دولتنا تقوم ونحمي الراجل اللي هو ما بينامش ليل ونهار وربنا يبعد عنه بطانه السوء ديت لان هي دي السيئه البطانه السيئه. وان شاء الله باذن الله احنا كدوله قياده وشعب وجيش وشرطه كلنا على قلب رجل واحد وان شاء الله باذن الله مصر هتقوم بيه وبينا وبالناس المحترمه وربنا يبعد الناس السوء. وان شاء الله زي ما بقول لكم كده انا كراجل قانون عشان نقفل هذا الباب تماما انا حقي بالقانون هاخده وبطمن كل اهل دايرتي الناس اللي طالبت بالقصاص من هذا الامر ان انا حقي بالقانون هاخده. اما البعض اللي هو بيتحدث في هذا الامر فهو لا يشغلني في شيء لان الناس دي هي بطبيعتها ممكن تكون لها مقارب شخصيه او مقارب سياسيه انا لا يعنيني هذا والحمد لله رب العالمين. نقلب على بقى نقلب الصفحه بتاعت الارض ديت ونتكلم مع الاستاذ عادل. انت شايف النائب عصام ادريس في دايرته ازاي؟ والله احنا عصام احنا معاه من 2005 يعني استاذ عصام دلوقتي مش شغال سياسه احنا مداخلات استاذ عصام احنا شغالين من اول دوره 2005. استاذ عصام من الناس المحترمه الناس الطيبه الناس اللي هي يعني دايما بيراعي ربنا بمعنى انا بعمل العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى مش شرط بقى استغله اعلاميا كويس مش شرط اروجه اعلاميا بطريقه معينه لكن هو استاذ عصام بيت كله ابوه الله يرحمه الحاج ياسم كان من الشخصيات ومن شيوخ العرب اللي كانت دايما بتحل مشاكل وكان يدفع من جيبه وكان يستقبل الناس والكلام ده كله فهي هي هي البيئه اللي فيها استاذ عصام هو شخصيه طيبه. احنا يعني عصام احنا متربيين مع بعض من صغرنا ولكن برضه السياسه بتبقى عاوزه محتاجه جزء من اللي نقول يعني مش هنقول بقى مثلا زي ما بيقولوا عليها كده اللي هو لازم أن تشتغل اعلامي كويس قوي علشان ما حدش يضربك في ظهرك علشان ما حد ما تعملش انت عمل معين ويجي انسان يصطاده ويجي يركب عليه ويقول انا شايف كلام حضرتك غالب عليه نزعه الصداقه اللي بينك وبين لا اي حد في انا عاوزين نتكلم مع سياده النائب في القضايا الحياتيه اللي بتهم المواطن في الدايره. احنا خلاص اتكلمنا في قصه الارض عاوزين نشوف المشاكل اللي النائب عمل فيها ايه. بص يعني العماله غير المنتظمه دور حضرتك فيها ايه؟ كورونا دور حضرتك فيها ايه؟ بص يا محمود بيه انا بس عشان اختصر لك بايجاز شديد احنا 4 سنين ونص من ساعه ما نجحنا في مجلس النواب وانا معايا فريق عمل متكامل الحمد لله ليل ونهار كنا شغالين في المشروعات القوميه وما طالبناش الدوله باكتر من حقنا والدوله بالعكس وقفت معانا كمنظومه وكقياده وككل المؤسسات انا بشكرهم كلهم على الموضوع. الحمد لله رب العالمين انهينا موضوع محطه المياه في 6 محطات تقريبا عندنا فيديو لمحطه المياه دي في 6 محطات في 6 محطات في الجيزه دخلوا قبلينا الخدمه يعني دخلوا عشان يتعملوا. المحطه الوحيده اللي اتعملت بعديهم واشتغلت قبليهم هي محطه الحوامضيه ودي قضت على مشكله في البدرشين ومشكله في ابو النمرس والحمد لله رب العالمين وده كان مجهود وكل اللي بالنجاح والناس حست بيه. عدد السكان تقريبا في الحوامضيه كام يا سياده النائب؟ عدد السكان حوالي 250,000 نسمه يعني ربع الفعل 250,000 نسمه فده بالنسبه لمشروع زي محطه الميه. مشروع الغاز بقى لنا 4 سنين ونص احنا بنجري فيه وخلصنا كل الموافقات. في البعض بيزاد يقول لك يا صديقي وانا عمري قلت ان ده مش خطه الدوله. ما كل مشروع بيتعمل خطه الدوله. احنا معانا النائب جمال العقبي. اهلا وسهلا بيك سياده النائب. اهلا بيك يا فندم اهلا بسعادتك. ازي حضرتك؟ احنا معانا النائب عصام ادريس والمستشار عادل. سلمنا عليهم يا ريس وسلمنا على الاخ الفاضل المحترم سياده النائب عصام. الله يسلمك. احنا شايفين فيديو لحضرتك مع سياده النائب ووفد تقريبا خاص بمحطه المياه او حاجه زي كده. يعني انت بتقول كلمه للنائب عصام في عز الاتهامات الموجهه ليه
بالتعدي على نهر النيل. يا سعاده الرئيس، قبل ما اقول للنائب عصام، فانا عاوز اقول عصام كده على طول، لانه ابن شيخ مشارف عرب محافظه الجيزه. ابوه والده الحاج قاسم ادريس كان عين اعيان محافظه الجيزه، مش الحامديه. فالناس دي غنيه عن كل شيء، الاحترام والتقدير. فاتولد ابن واحد، اتولد صح، احنا شايفين فيديو موجود في سياده النائب، ويكفي حب الناس ليه. ربنا يكرم. كل الحاجات اللي بتتقال ديت ده باطل باطل باطل، لان حتى النائب عصام ماليش فيها. ده الارض دي كانت بتاع اخوه من زمان، قبل النيابه وقبل كل حاجه. بل العكس، الحته ده هم ليهم كمان في النيل، كمان على ما اظن يجي 15 سم جوه كمان حقهم. صح يا جمال بيه، صح. طب انت شايف يا جمال بيه مدى التعاون اللي مع النائب عصام ادريس لخدمه الدايره؟ انت شايف حضرتك متعاون ازاي؟ يا ريس، انا قلنا لسعادتك حاجه، احنا ثلاثه في الدايره. احنا ثلاثه في الدايره نواب، كنا نتمنى احنا الثلاثه نكون حاجه واحده، ونائب عصام قاعد مع الزميل الاخر الثاني مع بعض، وعلى اساس مع مجموعه الجنوب كلها، ولكن كل واحد خد طريقه. اما انت تتمتع لما تتعامل مع واحد زي عصام، لانه عنده انكار الذات. يعني اسمح لي، لان انا اخوك كبير، وانا طبعا كنت شرف لي بقعد مع عم الحاج قاسم اكتر ما هو كان بيقعد مع ابوه. اسمع يا ريس، ده عنده انكار الذات، عمره في حياته ما قال انا عملت. حتى في المشروع، حتى المشروع في قلب المنوات بتاع الصرف الصحي، جري معايا وجرينا كل مع بعض، غير ان الحمد لله انتهى بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت يا ريس برضه بالامانه، يعني انت بذلت فيه مجهود كبير. يعني انا اسف للمقاطعه يا جمال بيه، وهيئه المرافق بعد اذنك. يعني انا برضو انا بشكرك، وبشكر كل اهل المنوات ومت شمس ومت قدوس، وانت حقك، لان دي امانه قدام ربنا سبحانه وتعالى. انت كنت رفيق كفاح، وانت كنت سابق ليا في هذا الامر بالنسبه لخدمه الثلاث كره دولت. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وبقت خير. انا بشكرك يا جمال بيه، وحضرتك من الشخصيات العريقه في محافظه الجيزه، تاريخ طويل ومن العمل الخدمي. اشكرك يا جمال بيه. احنا معانا مداخلة تانية من العمدة احمد حمادة راشد. اهلا وسهلا بك عمدة. العمدة احمد حمادة، ايوه. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود. احنا معانا النائب عصام ادريس والاستاذ عادل ابو عاطف. تحياتي لسيادة النائب عصام ادريس والاستاذ عادل. اهلا بك. انا بخصوص الموضوع استاذ محمود بتاع النائب عصام ادريس، اللي هي اتهم ان هو ردم نهر النيل. طبعا لما طلع الاعلام المحترم اللي في قناه تن، طبعا شهر بسياده النائب. احنا كاهل دايره شكلنا لجنه شعبيه على اساس نطلع على ارض الواقع نشوف الكارثه اللي اتحكت في قناه تن. طبعا انتقلنا في قطعه الارض اكتر من 10 رجالة من بلاد مختلفة، على أساس نقعد ونشوف سيادة النائب إن إزاي ردم مجرى النيل. تبيننا من اللجنة الشعبية إن سيادة النائب ملهوش علاقة بقطعة الأرض اللي هو اتهم فيها إن هو ردم فيها نهر النيل. وعرفنا إن هو المذيع اللي في قناة تن المفروض اللي هو اللهم صل على حضرة النبي، قبل ما يطلع ويشهر بالناس المفروض يبقى كان معاه مستند رسمي ان هو يقدر يتكلم بيه. النهاردة قعدنا واتكلمنا وقلنا وطلعنا بيان كأهل وكان دايرة، بنقول فيه ان النائب عصام إدريس ملهوش علاقة خالص بقطعة الأرض، وقطعة الأرض يمتلكوها أشخاص بعيد عن سيادة النائب عصام إدريس. ولكن إحنا بنقول لسيادة النائب عصام إدريس، إحنا كلتنا وراك، وإن شاء الله بإذن الله هو الفالح هو اللي بيتحارب، وإنت الحمد لله ربنا يبارك فيك ويديك طولة الأجل، وإن شاء الله إحنا قدامك مش وراك يا سيادة النائب. شكرا شكرا يا عمدة. نكمل كلامنا مع سيادة النائب والأستاذ عادل. في ملفات كتير في الحامدية يمكن المواطنين بيقنوا منها، يعني ملف الغاز الطبيعي
يعني احنا شايفين ان في شغل على قدم وساق في الحمديه، في ناس لغايه النهارده ما اشتركتش او في مشاكل بالنسبه لهم خاصه بالاشتراك. ملف الغاز الطبيعي باختصار شديد يا استاذ محمود، انا لما قعدت مع معالي رئيس الوزراء ومعالي وزير البترول وتحدثت معهم ولقيت في استجابه، بدانا نتحرك في هذا الملف. انت عارف حضرتك ان اي ملف واي مشروع في اي مكان بيحتاج كثيرا من الموافقات وبتستمر السنين. احنا الموافقات دي خليناها اندثرت وخدت شهور، وكان المفترض ان هيتم عمل محطه في المرازيق وبعد كده غاز البدرشين وبعد كده الحمضيه. الحمد لله بسبب المجهود اللي تم انتهى الموضوع وخدنا من المنيب وابتدوا بالحمضيه وبعد كده بالنمرس والبدرشين، وكان بمساعدة معالي الوزير بتوجيهات معالي الرئيس ان احنا دخلنا، وبفضل الناس رؤساء الشركات والمهندس ياسر بهنس والناس اللي موجودة المهندس محمد عوال وكل قضاءات عشان ما ننساش حد، ان هم دخلونا منحة مجانية، دخلونا منحة مجانية. النهاردة مش كل الدولة دخلت منحة مجانية، مش كل الدولة دخلت غاز، يعني في خطط ماشي على مستوى الدولة ان مصر كلها تخش، انما الحمد لله احنا انجزنا هذا الملف. ده خطة الدولة ماشي، بس احنا ساعدنا في هذا الملف وانهينا هذا الملف وربنا كرمنا وسخرنا اماكننا كلها ورجالتنا لانهاء هذا الملف. طبعا برضو من ضمن الملفات اللي حصلت فيها شكاوى وحصل فيها تجاوزات، انا عندي في الفترة الاولانية اللي هو اشتغلنا في هذا الملف ما كانش في واحد في الحوامدية بالكامل بيشتكي على معينة ولا بيشتكي على تعاقد ولا بيشتكي على ايا كان الموضوع بصفة عامة. النهاردة بقت فيه معاناة بسبب برضو البعض وبعض الحوارات اللي بتحصل والشكاوى والحاجات دي كلها. انا توجهت برضو عشان الملف ده يبقى الناس عارفاه، لكلمت رؤساء الشركات غاز مصر وتاون جاز وقلت لهم من في حد مصمم انه يعمل مداخله وبيتصل كتير. الحاجه حماده وريش، اهلا وسهلا بيك يا حاج حماده. يا حماده راجل غاز محمود. حاج حماده ازي حضرتك؟ السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. احنا معانا النائب عصام والاستاذ عادل. النائب والاخوه جميعا. يا حبيبي ربنا يكرمك. انا شايف ان انت حضرتك مصمم على المداخله وانك تتكلم وتتواصل مع سياده النائب. شرف ليا. ده اخ فاضل لينا الاستاذ حاج حماده ابن شيخ العرب بتاعنا. كل سنه وسعادتك طيبه معالي النائب. وشيخ العرب بتاعنا. انت شايف شايف الاداء سياده النائب عصام ادريس وما بينتميش لاحزاب ازاي وتعاونه مع الاحزاب ازاي؟ باعتبار حضرتك عضو في مستقبل الوطن. ربنا يوفقه يا باشا. الله يخليك يا حاج حماد. ربنا هو اخ فاضل وشرف لاي حزب يعني. الله يخليك ده شرف لينا والله كله. شرف لي اي حزب والله يسعدك. انت شايف قصه شايف قصه التعدي على ارض النيل ازاي من وجهه نظر حضرتك كراجل قاضي عرفي لا وموجود؟ لا, 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 لا يا باشا، هو ما تعداش على ارض النيل، هو على ارض كانت نسبتها واطيه، لكن انا ليا ارض بعديها بحوالي 400 متر انا لازق في السفن اللي جنبيه، فانا عارف وضع الارض. الارض واطيه لكن ما تعداش على النيل. تمام. يعني انت حضرتك لو شفت سياده النائب بتعدي على ارض النيل وانت جار ليه هتسيبه؟ ما هو مش هيعملها اساسا، لما هو هيخطا يبقى انا اخطا اكتر منه. ده ما هو راجل قانون اساسا، ده هو محامي قبل ما يكون عضو مجلس الشعب. مظبوط. هو راجل قضاء اساسا. وراجل علامه ابن ناس برضه، مش راجل يعني جاي من هنا، راجل ابن ناس اصلا عن جد يعني. الله يخليك يا حاج حماد. ده دي حقيقه يا باشا. تسلم. انا بشكرك يا شيخ العرب لانك انت واضح ان انك انت راجل ملتزم وراجل جد وراجل لا تهاب في الحق احد يعني. ده حقيقه. نكمل كلامنا عن الغاز، الملفات الكتيرة اللي موجودة. فالغاز الغاز احنا عصام ادريس ربنا كرمه وجاب الغاز او هو سعى في الغاز، فبدأ الحرب ده خطة الدولة ده كذا ده كذا ده كذا، انما في النهاية بقى في عندي غاز. انا ما يعنينيش الحرب، انا عندي استعداد. اللي بيحارب ده هو نفوذ ضعيفة، انا ما تعنيني، انما انا اللي يعنيني الراجل الفقير والراجل التعبان في دايرتي اللي يستفيد. انا يعني ده انا اللي ربنا اللي حاسبني مش حد. فانا النهارده يعني قدرت اجيب لهم حاجه هجيبها لهم، قدرت اجيب الميه هجيبها لهم، قدرت اجيب الغاز هجيبها لهم، قدرت اساعد هجيبها لهم. انا حتى عيب ان انا اتحدث اعلاميا واقول ان انا اجيب ده، لان ده حاجه انا قدام ربنا سبحانه وتعالى انا بعملها ليه، هو ما بعملهاش للعبد. طب خلينا نتكلم في كورونا والعزل في مستشفى الحمديه والمرضى الموجودين والرعايه وايه اللي بيتم معاهم. بص مع الباشا، انا بالنسبه لموضوع كورونا والعماله الغير منتظمه والتوجيهات، احنا من يوم 20/3 كنت منزل فيديو على الدايره وبدات احس فيه الناس المحترمه ان هم يشاركوا معانا مشاركه مجتمعيه، ان احنا نعمل رش بصفه عامه، وبدا فريق العمل يعمل رش للمناطق عشان موضوع الاباده بتاع المرض، ان احنا نعمل مساعدات اجتماعيه، ان احنا نعمل تنظيم زي ما محمد قال في مداخلته لقصة العمالة الغير منتظمة. وبالفعل احنا اكتر مدينة على الصور والحاجات على مستوى مصر على مستوى مصر عملنا عمالة، يعني احنا عملنا حوالي 13,000 واحد عمالة غير منتظمة.
عملنا حاجات كتير، الحاجات دي كتير الكتيره دي حق للناس. انا ما جيتش زي كيان او شخص او كذا ورحت متصور والنبي، لان انا استحي ان انا اعمل كده، لان ده حق مع ربنا سبحانه وتعالى عليا. فبدانا الحاجات دي تشتغل من خلال فريق العمل ونجتهد، والحمد لله احنا مواصلين لاخر لحظه، ونتمنى ان هذا العمل يكون خالص لوجه الله. لم نتنصل عن الناس بالنسبه لموضوع كورونا، لم نتنصل عن الناس بالنسبه للعماله، لم نتنصل عن الناس بالنسبه للرش، لم نتنصل عن الناس بالنسبه للخدمات، والخدمات العامه والخدمات الخاصه طالما نملك نعملها هنعملها لوجه الله ان شاء الله. علاقه النائب عصام ادريس النائب المستقل بالاحزاب الموجوده في الدائره بتاعته، كل الاحزاب بتربطني بيها رابطه قويه جدا جدا طالما هدفهم مصلحه مصر وبلدهم. يعني انا بقول لهم يا جماعه احنا، وانا بيجي كتير عندي من الاحزاب، حزب الحريه وحزب مستقبل وحزب الشعب الجمهوري وغيره وغيره، كل الاحزاب انا مش معترض. اول بتاع الحزب ده من دوله تانية، ما احنا كلنا مصريين. انت كاساس حزب بتبني حزبك على ايه؟ بتبني حزبك على مصلحه البلد. طالما انت بتهدف لمصلحه البلد انا معاك، انا معاك. لا انا لا ضد حزب ولا مع حزب، انما انا النهارده معلش يعني انا عايز اقول لحضرتك، حزب بيلعب لمصلحته الشخصيه او اهداف شخصيه او يلعب على مظاهر الناس او مصالح الناس، انا يا سيدي انا لا بحب النفاق ولا بالرياء ولا الحاجات دي كلها. انا عايز الناس كلها تتكاتف والاحزاب تتكاتف، وانا هبقى خدام للاحزاب وخدام للناس كلها طالما في مصلحه ارضاء ربنا سبحانه وتعالى وحرص على القياده السياسيه وحرص على الدوله وحرص على الناس. يا سيدي انا معاك اعلامي، انا معاك ايا إن كان الكيان، انا معاك طالما بمصلحه الدوله، غير كده انا مش معاك ولا الزامني. طب احنا معانا النائب بكر ابو غريب نائب البدرشين. اهلا وسهلا بيك سياده النائب. اهلا وسهلا محمود بيه، ازي حضرتك؟ سلامي ليك ولضيوفك وسلام. احنا معانا النائب عصام ادريس ومعانا الاستاذ عادل ابو عطا. مرحبا، اهلا بيكم. مرحبا يا عادل بيه ومرحبا يا سياده النائب المحترم. الله يخليك. كلمه حضرتك بتوجهها للنائب عصام ادريس نائب الحومديه ومدى تعاونه مع باقي الاحزاب الموجوده في الدايره. سياده النائب عصام ادريس من الشخصيات المحترمه، ابوه طبعا ابوه كان من المحكمين العرفيين اللي موجودين في المنطقه، شخصيه محترمه يعني. انا شهادتي فيه مجروحه ان هو زميل، وعاوز اقول له برده عادي دي ضربة النجاح. حكاية الفيديو اللي اتعمل للأرض ده ضربة النجاح. الفيديو طبعا أخوه محمد إدريس وأخوي أنا يعتبر راح سجل فيديو يثبت فيه إن الأرض لا حصل فيها رد ولا حصل فيها تعديات، والصورة موجود فيها شجر بقاله سنين وسور أعتقد إنه مبني برضه بقاله سنين. فدي ضربة النجاح، وما تزعلش يا عصام بيه. وبرضه بعتت على القناة الناعمة اللي هو الإعلام بتاعنا، المفروض يتحرك دقة، حد اداله معلومة، أي معلومة ما في نواب محترمة في مصر كتير جدا، والنائب عصام إدريس أحسبهم منهم طبعا، شخصية من الشخصيات المحترمة، واللي بذل الجهد كبير هو وزميله النائب إبراهيم حمودة في الحومدية، يعني حاجة تشرف بجد. بس طبعا كل النواب اللي موجودة دلوقتي جت في ظل ظروف صعبة، ثورات وكورونا وسيول، حمل تقيل، وفي ظل ان البلد لسه بتتبني وبتكبر على سواعد قوية اللي هي من الجيش والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي. فأنا بقول لعصام بيه ما تزعلش، دي ضربة النجاح، لو أنت شجرة مش مثمرة محدش هيخبطك بالطوب. وعصام بيه من الشخصيات بقول لحضرتك المحترمة اللي اتربى في بيت أصول، وأبوه من الناس اللي كانت من المحكمين العرفيين. أنا كنت أعرف عم الحاج والد عصام لمعرف للاسف المستشار عصام ادريس، فهو ابن ناس وابن ناس محترمه، وبقول له ما تزعلش. والفيديو ده متهيألي خد كميه تعليقات. طيب انا بضم صوت لصوت حضرتك في شهادتك للنائب عصام، وحضرتك لا تقل عنه في النزاهه وفي الاصل وفي العراقه، وانت شخصيه معروفه وحد محترم جدا سياده النائب بكر ابو غريب. النائب بكر برضه بالامانه هو النائب صبحي من الناس. احنا معانا مداخلات كتير جدا، معانا الاستاذ محمد نجيب حزب مصطفى الوطن. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. الاتصال اتقطع، احنا معانا كميه مداخلات غريبه يعني. احنا يمكن الوقت بيعدي سريع، وفي نص دقيقه كلمه بتوجهها لاهالي دائره الحومدية. والله يعني انا معاكم لحد اخر يوم. اولا كل سنه وانتم طيبين وربنا يفك الازمه دي على خير،
وأنا هذه الأمور لن تزيدني إلا إصرارا على الحق والوقوف بجانب إخواننا في الدائرة، وأنا لحد آخر يوم أنا تحت أمركم، وليعلم الجميع أنني زاهد في هذا الكرسي، وأنني مع البلد قلبا وقالبا، ولا أنافق ولا أرائي سواء رئيس الجمهورية أو سواء وزير أو سواء أيا كان المسمى، طالما إحنا كلنا في مصلحة البلد إن شاء الله. أنا الوقت عدى سريعا، أنا خليني أشكر كل العاملين في الاستوديو، التصوير والإخراج والمؤدين، وبشكر ضيوفي المحترمين اللي كانوا موجودين معايا، المستشار عصام إدريس أنا بشكرك جدا على المصارحة والوضوح، وإن كان حوارنا بدون خطوط حمراء زي ما إحنا أعلن. أنا بشكرك المستشار عصام، الله يخليك كل سنة. بشكر المستشار عادل محمد أبو عطا، أنا بشكر حضرتك على حضورك معانا وتوضيحك للأمور لأن دي الحقيقة. دي الحقيقة، وكان لازم نقولها يعني. بأكد برضو إن إحنا كقناة وكبرنامج مش طرف في أي قصص، وحق الرد مكفول لقناتين ولمذيعنا. انا بس في نص دقيقة محمود بيه، معلش انا اسف، يعني هو في جزئيتين بس عشان في النهايه. اولا انا ببارك للمنوات ومتشمس ومتدوس على مشروع الصرف الصحي، وبشكر النائب جمال عقبه على ما قام به من وجود. ثانيا بالنسبه للمحامين، وانا جزء من هذا الكيان، انا كنت النهارده مع وزير الماليه بخصوص قانون الضريبه المضافه، انا ومعالي النقيب رجاء عطيه، واتفقنا مع معالي وزير الماليه واللجنه المشكله ان يتم بالنسبه لموضوع قانون الضريبه المضافه، لان كان في تعريفه اكبر من اللي موجوده بالنسبه للوضع، فابقينا عليها لحد ما الغمه دي تنزح ان شاء الله. انا بشكرك عصام بيه. متابعينا الكرام، لقاء متجدد، وزي ما عهدناكم برنامج قلوب مصريه، صوت الوطن والمواطن، الصراحه والوضوح والشفافيه عنوان لقاءاتنا. خالص تحياتي، وانتظرونا الحلقة القادمة مع اللواء ضحى مزاوي مدير المخابرات. تحياتي محمود عوض.